افتحوا كتاب التوحيد المجلد الأول الصفحة 258. يقول: ونستغفر الله تعالى مما يروي ويقول هذا الرجل. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وعلي بن الحسين ويحيى بن حكيم قالوا: حدثنا معاذ بن معاذ العنبري قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال: بأصبعه هكذا. شوفوني زين. بأصبعه هكذا وأشار بالخنصر من الظفر يمسكه بالإبهام. خلينا نكمل باقي ألفاظ الحديث حتى بعدين نشرح المصيبة هذه. قال: فقال حميد، هذا البطل الثاني حميد الطويل، كان حاضرا في المجلس، في مجلس أنس لما حدث بهذا الحديث المزعوم. فقال حميد لثابت، عفوا، كان حاضرا في مجلس ثابت الذي حدث عن أنس هذا الحديث المزعوم. فقال حميد لثابت، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أبا محمد، دع هذا، ما تريد إلى هذا؟ شو تسوي بهذا الحديث الفضيحة؟ هذا حديث يجسم الله عز وجل ويجعل له خنصرا وإبهاما، ويسوي حركة، هم نعوذ بالله، الله يسوي حركة بالإبهام والخنصر والظفر، عليكم السلام ورحمة الله. فهو يخاطب، حميد الطويل يخاطب ثابت البناني، يقول له: يا أبا محمد، دع هذا، ما تريد إلى هذا؟ قال: فضرب ثابت منكب حميد، ضربه، وقال: ومن أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ هذه أول وحدة، من أنت شوية أهون من وما أنت. ما أنت يعني أصلا أنا بعد أصلا ما أخذ لك أي اعتبار، يعني اعتراضك هذا ليس بشيء. من أنت وما أنت أصلا؟ من أنت يا حميد وما أنت يا حميد؟ حدثني به أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله، حاشاه، وتقول أنت دع هذا؟ جايني معترض، تريدني أن أدع هذا الحديث لأنه حديث منكر إذ يجسم الله تعالى، أو أخذ بقولك وأترك ما حدثني به أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ من أنت وما أنت يا حميد؟ يكمل الآن ابن خزيمة إمام أئمتهم فيقول: هذا لفظه: حدثنا يحيى بن حكيم وقال الزعفراني وعلي بن الحسين عن حماد بن سلمة قال علي: حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال الزعفراني عن ثابت البناني
عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال هكذا. الآن هذا واحد من الرواة يصف الحركة شنو قال. ووصف معاذ أنه أخرج أول مفصل من خنصره، هذا أول مفصل، هذا المقدار، هذا الجزء، هذا الجزء. الله لما عياذا بالله لما تجلى للجبل، ما الذي جلاه للجبل؟ هذا بس هذا المقدار من خنصر الله، طبعا نعوذ بالله، انتبهوا يعني من خنصر الشكل راوى للجبل، فالجبل شنو اندك دكا. حميد الطويل كان جالسا في المجلس، وثابت البناني يحدث بهذا الحديث، فقال له حميد الطويل: يا أبا محمد ما تريد إلى هذا؟ يقول: فضرب صدره ضربة شديدة. ذاك اللفظ الأول فيه فضرب على منكبه، هذا هالمرة ضرب بوكس على صدره ضربة شديدة. وقال: فمن أنت يا حميد؟ يحدثني أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وتقول أنت ما تريد إلى هذا؟ يكمل ابن خزيمة فيقول: غير أن الزعفراني قال، هذا الزعفراني يصف غير وصف عن وصف معاذ، أنه شنو اللي أخرج وشنو أظهر، لأنه الحديث هذا معتمد على المحاكاة، على التمثيل، على الهيئة التي يرسمها المحدث بأصابعه. فالزعفراني ماذا فعل أو قال؟ قال هكذا، ووضع إبهامه اليسرى على طرف خنصره الأيسر على العقد الأول. هو كل هذه الأصابع لها عقود، صحيح، لهذه الخطوط أو العقد، إيه هذه الخطوط. فشوفوا دققوا في اللفظ، يقول وضع إبهامه اليسرى، زين وين وضع؟ على طرف خنصره الأيسر على العقد الأول، على هذا الخط، هنا وضع هالشكل، يعني هالشكل الله سوى هالشكل، شايف شلون؟ بل الحركة عياذا بالله، هذا يعني. يقول ابن خزيمة، هذه كلها ألفاظ للرواية وطرق. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي، حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما تجلى ربه للجبل رفع خنصره وقبض على مفصل منها فانساخ الجبل. هسه ما أدري القبضة صارت باليد اليمنى لو هي نفسها بالإبهام، هذه القبضة فشكل صار قبضة تسمى قبضة، ما أدري. المهم هذا الذي حصل، فانساخ الجبل. فقال له حميد، حميد الطويل يقول لثابت: أتحدث بهذا؟ هذا حديث شنيع منكر، يشبه الله تعالى بخلقه، يجسمه بأصرح عبارة وأشنع عبارة. طلع مو فقط الله له وجه ويد ورجل توضع في النار حتى تقول قط قط، لا طلع عنده شنو؟
في اليد أصابع ومفاصل وعقد وظفر وإبهام وخنصر همات، ويسوي حركة هم يعني يسوي حركة بإيده الله هالشكل حتى شنو يخلي الجبل شنو ينساخ أو يندك. وشلون التفصيل، شوفوا التفصيل الدقيق، أنه يضع إبهامه على هذا الموضع، يشير بإظفره هالشكل وبخنصره هالشكل. فقال له حميد: أتحدث بهذا؟ فقال: حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وتقول لا تحدث به. يكمل ابن خزيمة يقول: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال تجلى، قال بيده هكذا. الآن لازم نروح على وصف آخر. قال: ووصف عفان بطرف إصبعه الخنصر قال: فساخ الجبل. هذا المرة وصف من؟ مو الزعفراني والآخرين، وإنما وصف عفان. فقال حميد لثابت: أتحدث بمثل هذا؟ فرفع ثابت يده فضرب صدره وقال: حدثنيه أنس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وتقول أتحدث بمثل هذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: وهذا لعله اللفظ الأخير. قال حدثنا محمد قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله بمثله. وحدثنا محمد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله تلا هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر وخر موسى صعقا. قال: فحكاه النبي، يعني النبي بزعمهم صلى الله عليه وآله وحاشاه أنه هو حكى كيف تجلى الله. قال: فحكاه النبي صلى الله عليه وآله فوضع خنصره على إبهامه فساح الجبل فتقطع، أو فساخ الجبل فتقطع. هذه ألفاظ وطرق هذه الرواية الشنيعة والحكاية المنكرة التي رواها ابن خزيمة بأسناده وطرقه في كتاب التوحيد.